صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. بوابة أريحة، جيريكو جيت، إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا بكل الخير، وأهلاً ومرحباً بكم عبر شبكة وطن الإعلامية. تسمعون عبر شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. إليكم تحيات الزملاء في غرفة التحكم محمد الزاغة وخالد الجاس، مني لكم من الإعداد والتقديم هدي أبو زينة أطيب التحيات. نبدأ وإياكم هذه الجولة بأبرز العناوين. الحرب على غزة في يومها 65 على التوالي، قطاع غزة يتعرض لحرب تدميرية بدعم أمريكي وعجز عربي. عدد من الشهداء بقصف طائرات حربية بدون طيار قرب سوق المغازي وسط قطاع غزة. قصف مدفعي إسرائيلي متواصل منذ منتصف الليلة الماضية على محاور مختلفة لمدينة خان يونس. ما يتم إدخاله من مساعدات لا يتناسب مع حجم المعاناة في قطاع غزة، والهلال الأحمر يقول أن الحصول على الخبز أصبح من أكبر مشاكل سكان قطاع غزة. البحريات الفرنسية تعلن عن إسقاط طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن. وأيضا سقوط شظايا وقنابل دخانية جراء القصف الإسرائيلي على بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة.
الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة والقدس ويقصف منزلين في طوباس. إذاعة جيش الاحتلال تقول أن 34% من الإسرائيليين يعانون من أعراض ما بعد الصدمة بسبب أحداث 7 أكتوبر. وهناك دعوات في الضفة والقدس للمشاركة في الإضراب العالمي يوم غد الاثنين. ومن العناوين إلى التفاصيل. مرت قبل عدة أيام ذكرى 36 للانتفاضة الفلسطينية الأولى والتي انطلقت شرارتها من قطاع غزة واتسعت لكل المدن الفلسطينية إلى أن تآمر عليها الشرق والغرب وأنهيت بعملية سلمية توجهت وتوجت باتفاقة مسؤومة تدعى أوسلو. واليوم وبعد عدة حروب وجولات ذاقت فيها غزة وحيدة الويلات سكتت العرب مرة أخرى وسكنوا أيضا، بينما رفعت اليمن التحدي وقامت الفعل وفرضت معادلة من سيكون لها ما بعدها من إثر أثر سلبي على أحد العوامل والمقومات المهمة في أسس هذا الكيان. لليوم 65 على التوالي غزة تتعرض لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي متواصل في حرب شعواء تدميرية طالت كل منشآتها دون تمييز بين مدني أو دولي أو أممي في كل مناطق القطاع المحاصر في ليلة وصفت بالأعنف من بين 64 الأخرى. مباشرة لمتابعة تطورات المشهد يسعدنا أن أرحب بالزميل الصحفي مراسل وطن من هناك عبد الهادي أبو قينس. عبد الهادي يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك معنا. صباح النور، تحياتي لك يا هدير وتحياتي لكافة السادة المتابعين. أهلا بك عبد الهادي. يعني ربما هذه الليلة الماضية هي الليلة الأعنف على قطاع غزة وكل يوم نتحدث عن ليلة أعنف لما قبلها، كيف تبدو الصورة في صباح هذا اليوم في قطاع غزة؟ أين تركزت القصف الجوي والمدفعي أيضا من أنحاء القطاع؟ الغارات الجوية والقصف المدفعي تركز على كافة محاور قطاع غزة، ولكن يمكن القول بأن خلال الساعات القليلة الماضية كان أكثر تركيزا على مخيم جباليا الواقع في شمال قطاع غزة وعلى حي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة أيضا إلى التركيز المركزي على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. المصادر المحلية أكدت بأن الغارات الجوية المكثفة على هذه المناطق وأيضا على مناطق أخرى أسفرت عن استشهاد العشرات وجرح أيضا العشرات من المواطنين الفلسطينيين العزل جلهم من الأطفال والنساء والمسنين وكبار السن حسب ما ذكرت المصادر الطبية الفلسطينية. خلال الساعات القليلة الماضية هذه كانت هناك مجزرة بحق عائلة عبد الوهاب الواقعة غرب محافظة خان يونس بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس، حيث قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى مكون من عدة طوابق على ساكنيه أوقع عشرات الجرحى وعشرات الشهداء من هذه العائلة من بينهم أم ونجلها الذي لا يتجاوز يومين استشهد مع والدته من بين هؤلاء الشهداء، عدا عن الأطفال والنساء من بين هؤلاء الشهداء في مدينة خان يونس لعائلة عبد الوهاب غرب خان يونس. هذا بالإضافة أيضا إلى سلسلة من المجازر ارتكبت في خان يونس أيضا من خلال القصف المدفعي والغارات الجوية على هذه المدينة. هذه أيضا الغارات الجوية والقصف المدفعي طالت محافظة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وسجلت من قبل المصادر الطبية الفلسطينية عدد من الشهداء ومن الجرحى في مدينة رفح في أقصى الجنوب. محيط مستشفى الأوروبي الواقع بين محافظتي خان يونس ورفح إلى الشرق من شارع صلاح الدين شهدت المناطق المحيطة بهذا المشفى أيضا غارات جوية وقصف مدفعي من خلال الدبابات الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة رفح باتجاه مستشفى الأوروبي جنوب القطاع. فيما يتعلق بعملية الجيش الإسرائيلي المستمرة على المناطق الجنوبية ومركزة تحديدا على
خان يونس، ما زال الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تفتيش وتدقيق وقصف مدفعي في المناطق الشرقية من خان يونس، القرارة، عبسان، بني سهيلة، خزاعة، وتقدم باتجاه وسط مدينة خان يونس من الناحية الشرقية ومن الناحية الجنوبية الشرقية لخان يونس، واعتلى أسطح بعض البنايات، وتقوم القناصة بإطلاق النار على كل متحرك في وسط خان يونس. هناك مطالبة من الجيش الإسرائيلي لمن يقيمون وسط المدينة تحديدا في منطقة القلعة الواقع وسط خان يونس بضرورة النزوح وترك هذه المنطقة، ويبدو بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه إلى مستشفى ناصر غرب المدينة على غرار أو السيناريو الذي اتخذه مع مستشفى الشفاء الطبي قبل عدة أسابيع. يكرر هذا السيناريو، يبدو بأنه سيكرر هذا السيناريو في مستشفى ناصر بخان يونس ويقوم بمحاصرة هذا المشفى. حتى اللحظة لم يصل إلى مستشفى ناصر بخان يونس، ولكن تتوقع المصادر المحلية بأن يقترب أو أن يصل الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى ناصر. هذه إذا ما تحدثنا عن المنظومة الطبية الصحية في شمال قطاع غزة، انهارت تماما ولا حديث عن أي من الخدمات الطبية والصحية واللوجستية للمواطنين العزل والذين في أشد الحاجة للمواد الغذائية، للمستلزمات الطبية، للمياه، لحليب الأطفال. هذه المنطقة أصبحت منطقة ليست أشباح، خالية تماما من مقومات الحياة، أقصد شمال قطاع غزة. البعض آخر هذه التطورات الصحية هم يعتمدون اعتماد أولي وبسيط على ما تبقى من مستلزمات طبية في المستشفى المعمداني. كافة مشافي شمال قطاع غزة لا تستقبل أي من الجرحى ومن الشهداء نظرا لعدم وجود أي من الخدمات التي تقوم بتقديمها لهؤلاء الجرحى أو لهؤلاء المرضى أو الشهداء. إذن المنظومة الصحية انتهت أيضا في شمال قطاع غزة، وأيضا وزارة الصحة قالت بأن المنظومة الصحية في جنوب القطاع بدأت أيضا تتآكل، خاصة في مستشفى شهداء الأقصى الواقع وسط قطاع غزة والذي يقوم بتقديم خدمات لأربعة مخيمات فلسطينية تعج بآلاف اللاجئين الفلسطينيين. هناك نقص حاد في الأسرة، في المستلزمات الطبية، هناك العديد من الجرحى منتشرين خارج مبنى الإدارة، خارج مبنى المشفى، أقاموا لهم بعض الخيام وأجلسوهم في هذه الخيام خارج مبنى مستشفى شهداء الأقصى. إذا ما تحدثنا عن المناطق الجنوبية، هذه لا تقل أيضا في نقص المواد الطبية، خاصة مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، والذي أعلن بشكل واضح وصريح بأنه لا يستطيع استقبال الجرحى نظرا لعدم توفر أي من الخدمات الطبية له. كانت هناك مطالبة من وزارة الصحة للجهات المعنية بنقل هؤلاء الجرحى إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البردي، وللأسف الشديد من يخرج من الجرحى هم أعداد قليلة جدا لا تذكر. على غرار ذلك أيضا بالنسبة للمساعدات التي تدخل أيضا إلى غزة، أعداد مقننة جدا، معقدة جدا، أيضا لا تكفي لاحتياجات المواطنين الذين أصبحوا بالآلاف في مدينة رفح وفي المناطق الجنوبية. إذن يمكن القول أوضاع مأساوية جدا جدا. بقى نشير هتيل، اسمح لي أن نتطرق إلى الوضع الميداني فيما يتعلق بالاشتباكات المسلحة. حتى اللحظة المصادر المحلية تقول بأن اشتباكات مسلحة تدور رحاها في ثلاثة محاور مركزية، هي مخيم جباليا وحي الشجاعية ومدينة خان يونس، حيث أكدت المصادر بأن المقاومة الفلسطينية بكافة عناصرها المسلحة تتصدى للجيش الإسرائيلي في هذه المحاور الثلاث: الشجاعية، مخيم جباليا، مدينة خان يونس، والمناطق الشرقية من خان يونس، أقصد القرارة وبني سهيلة ومنطقة عبسان. الجيش الإسرائيلي اعترف بوجود أعداد كبيرة من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات داخل الخط الأخضر، وأيضا من القتلى في صفوفه ما بين ضباط وصف ضباط في الجيش الإسرائيلي، وهذا ما اعترفت به المصادر الإسرائيلية. دليل قاطع وجازم على أن المقاومة الفلسطينية ما زالت قائمة وباسلة،
وتواصل أيضا من إطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى الشرق من قطاع غزة. نعم عبد الهادي، أشكرك على كافة هذه التفاصيل. كنت معنا حدثنا مراسل وطن في قطاع غزة عبد الهادي أبو قينس. عبد الهادي، أتمنى دوما لك السلامة أنت وجميع الزملاء في الميدان. شكرا لك. الاحتلال استمر في قصف عدة مناطق في غزة وسط انقطاع واسع للاتصالات في أغلب المناطق، ما أدى لشح المعلومات الواردة من هناك إلى أنه من المؤكد أن النصيب الأكبر من القصف طال خان يونس المدينة وغربها وشرقها، كما حدثنا قبل قليل مراسلنا عبد الهادي، إلا أنه أيضا دير البلح كان لها حصة من النصيب للقصف الأكبر، وجباليا ومخيمها وحي الشجاعية وبعض المنازل في الانصيرات ورفاح. ننتقل وإياكم إلى أحداث الضفة الغربية، بحيث قصفت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر هذا اليوم منزلين وسط مدينة طوباس خلال اقتحام دام لخمس ساعات بصواريخ حارقة، وأمرت قوات الاحتلال سكان المنزلين في طوباس بإخلائهما قبل قصفهما بالصواريخ الحارقة، فيما اعتقلت 12 مواطنا بعضهم للضغط على أقاربهم لتسليم أنفسهم حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني. وأفادت مصادر صحفية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز تياسير العسكرية ودهمت عدة منازل، كما اعتلى القناص أيضا أسطح عدد من البنايات المرتفعة تزامنا مع اقتحام واسع لعدة أحياء في المدينة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها. في طوباس أيضا اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمين لمدينة طوباس. أفادت المصادر إلى أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة برفقة جرافة عسكرية، حيث شرعت الجرافة بإغلاق الشوارع بالسواتر الترابية وأعمال تخريب قرب مركز شرطة المدينة. بحسب الصحفيون من هناك تحدثوا أن جيش الاحتلال قام بأعمال غير مسبوقة في مدينة طوباس واقتحمها بما يزيد عن 100 آلية عسكرية. لنشاهد المشهد ولمتابعة المشهد أكثر في المنطقة يسعدني مباشرة أن أرحب بالزميل الصحفي من هناك زيد مصطفى أبو عرا. زيد، يسعد صباحك وأهلا ومرحبا بك معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني الاحتلال يقتحم مدينة طوباس وخلال عملية عسكرية استمرت لما يزيد عن خمس ساعات حسب مصادر محلية وصحفيين من هناك تحدثوا زيد عن أن الاحتلال اقتحم بأكثر من 100 آلية عسكرية وأكثر من 400 جندي أيضا للمدينة صباح هذا اليوم، ما التفاصيل؟ نعم، يعني قبل أكثر من خمس ساعات اقتحمت عشرات الآليات من الآليات العسكرية ورافقات عسلات عسكرية وجرافات عسكرية اقتحمت مدينة طوباس، اقتحمتها من المنطقة الشرقية من حاجز تياسير عسكري وأغلقت كافة داخلها، أغلقت المدخل الشرقي بالسواتر الترابية وأدخلت وأغلقت أيضا المدخل الجنوبي مفرق طمون بالسواتر الترابية وتجريف وعمل تجريف. المناطق عمل تجريف في أغلب الشوارع التي اقتحمتها قوات الاحتلال، حاصرت منزلا واعتقل أكثر من أو اعتقل 10 شابا منهم 5 شبان أشقاء لمطلوبين لقوات الاحتلال. بينهم يعني أحد المعتقلين الشاب نمر دراغمي هو نجل الأسير الشهيد عمر حمزة دراغمي، وهو ونمر أيضا هو بطل كمال الأجسام في فلسطين، لاعب فلسطيني. نعم، يعني سيد أيضا الحديث عن قصف الاحتلال منزلين، يعني ما دواعي وراء هذا القصف؟
يعني قضية القصف والحملات العسكرية القوية هي عقوبات جماعية ومحاولة الاحتلال لفرض كلمة قوية وفرض واقع على الشعب الفلسطيني. بدنا نراه مؤخرا في جنين، مخيم جنين، في مخيمات طول كرم وفي مخيم بلاطة مؤخرا، واليوم قبل أيام في مخيم الفارع دخول قوي، عشرات الآليات، عمليات تجريف، تدمير البنية التحتية، اعتقالات واعتقالات أشقاء مطلوبين أو أهالي مطلوبين، وكل ذلك يرافقه اعتداء على المستشفيات، اعتداء على الطواقم الصحية والطواقم الصحفية. هذه الصورة الإجمالية لكافة الاقتحامات في الآونة الأخيرة خاصة في شمال الضفة الغربية. زيد، يعني كيف تبدو الصورة صباح هذا اليوم ونحن نعلم يعني أن معظم المدارس اليوم عادت إلى الدوام الجزئي لربما في بعض المدارس، ومع الدمار الواسع يعني هذا في البنية التحتية في ضباط حتى الآن الدوام عبر الدوام الإلكتروني عبر التيمز والأدوات الإلكترونية، ليس لا يوجد هناك أي دوام وجاهي. الحواجز العسكرية، حاجز التيسير العسكري، ما زال يشهد تجديدات أمنية عليه. الصورة بشكل عام يعني صورة الخراب والتدمير الواسع الذي أحدثته آليات الاحتلال في الشوارع. نعم، أشكرك زميل الصحفي من طوباس زيد مصطفى أبو عري، حدثنا عن كافة التفاصيل الميدانية في هذه المنطقة، شكرا لك. إذن الاحتلال قام بأعمال غير مسبوقة في مدينة طوباس، اقتحمها بأكثر من 100 آلية عسكرية، أكثر من 400 جندي، قصف منزلين وقام بإغلاق مداخل رئيسية للمدينة بسواتر ترابية، وجرف أيضا للبنية التحتية في عدة محاور وطرق رئيسية، دارت اشتباكات مسلحة وأيضا مواجهات بين قوات الاحتلال والمقاومين هناك أثناء الاقتحام الذي توصل لما يزيد عن 5 ساعات. عرف من بعض المعتقلين محمود العلان محمد الجالودي شقيق الشهيد ربيع دراغمي. إذن مباشرة نستكمل هذه الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة. دكتور أمين، أهلا ومرحبا بك معنا. تحياتي لكم، صباح الخيرات. تحياتي لك دكتور. يعني حملات مداهمات واعتقالات واسعة لربما طالت مناطق متفرقة فجر هذا اليوم، اقتحامات أيضا استمرت لربما قبل ساعة من الآن، كان أبرزها اقتحام مخيم أو اقتحام مدينة طوباس عفوا بأكثر من 100 آلية عسكرية، الحديث أيضا عن اعتقال عشرات الشبان من مناطق متفرقة من الضفة، لك أن تجمل لنا تلك التفاصيل. بالفعل قبل قليل انتهت العملية العسكرية الكبيرة التي تجاوزت 5 ساعات متواصلة في بلدينة طوباس. العملية بدأت فجرا وانتهت قبل ساعة من الآن تقريبا، مخلفة طبعا تفجير لأحد المنازل من خلال صواريخ الأنيرجن، تخريب محتويات منازل، اعتقال 11 مواطنا، تدمير للبنية التحتية، إغلاق مداخل المدينة بالسواتر الصخرية والترابية من قبل جرافات الاحتلال. المعتقلين 11 جرى نقلهم إلى جهة غير معلومة. طبعا من بين المعتقلين أشقاء وأبناء مطلوبين لقوات الاحتلال، تم اعتقالهم كنوع من الضغط على أفراد أسرهم لتسليم نفسهم لدى سلطات الاحتلال. اقتحام آخر كان فجرا إلى أيضا المنطقة الشرقية من نابلس، مخيم عسكر الجديد وبلدة كفر قليل، جرى اعتقال أيضا فتاة من نابلس، يبلغ عدد معتقلين نابلس اليوم 3 معتقلين، بينهم الفتاة حليمة إيهاب أبو صالحية وهي طالبة جامعية لدرجة دكتوراه في مصر، كانت في إجازة لدى أهلها، تم اعتقالها، وأيضا اعتقال لشابين أحدهما من كفر قليل والثاني من مخيم عسكر الجديد. سجل اقتحام أيضا إلى مخيم قلنديا واعتقال شابين من المخيم، اقتحام كفر عقب المجاورة، اقتحام بلدة قرى في منطقة بيت لحم ليلا، وفي منتصف الليل جرى اقتحام عدة بلدات جنوب نابلس، جوريش وتلفيت وقبلان، بعد تعرض نقطة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار بالكون المستوطنة عليه الواقع بين نابلس ورام الله. دكتور، خلال حملة الاقتحامات لمخيم عسكر فجر هذا اليوم كان الحديث أيضا عن إصابة شابين. نعم. يعني ما تفاصيل هذه الإصابة؟ لديك أي معلومات حول تفاصيل الإصابة؟
حسب الهلال الأحمر كان هناك إصابتين بالفخذ، إحداها نقلت إلى المشفى لخطورة واضحة، والثانية بشظايا الرصاص تم معالجتها ميدانيا. طبعا هناك إصابة ثالثة في نابلس كانت في العاصفة الشمالية خلال اقتحام قوات احتلال أيضا للبلدة ليلا، وسبق أيضا اقتحام العاصفة الشمالية اقتحام لبلدة برقة شمال نابلس وتحطيم محتويات 5 منازل. نعم دكتور، أيضا يعني بالأمس قلقيلية فقدت طفل واستشهاد طفل في عزون بالتحديد، يعني ظروف استشهاد هذا الفتى؟ طبعا الشهيد أبو هنية من سكان بلدة عزون شرق القلقيلية 17 من عمره، ارتقى برصاصة الاحتلالية أثناء مناوشات ومواجهات عادية كانت على تخوم مدخل البلدة بقرب من جسر جيوس، وأيضا في الطريق الرئيسي الواقع بين نابلس وطول الكرم والذي عادة تسلك سيارات المستوطنين. أثناء مناوشات بالحجارة بين الجنود والشبان تم إطلاق النار من قناص تجاه هذا الفتى مما أدى إلى ارتقائه شهيدا، وتم طبعا نعيه عبر مكبرات الصوت في بلدة عزون. نعم دكتور، أخيرا يعني اسمح لي أن أتحدث عن أحوال الطرق صباح هذا اليوم في ظل يعني عمليات المداهمات لربما المستمرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية حتى هذه اللحظة. طبعا حسب الجدول الذي يعده نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي المتعلقة بأخبار الحوادث والطرق، فإن أغلب الطرق سالكة في ساعات الصباح الباكر. هناك طوابير للمركبات في بعض الحوادث أثناء الخروج من بعض المدن الضفة الغربية كما هو في منطقة نابلس على حادث عورتة، هناك طابور للسيارات الخارجة من نابلس الدخول إلى نابلس أكثر سهولة على هذا الحاجز. طبعا أيضا طابور للمركبات بالقرب من دير شرف على المفرق الذي يربط نابلس بطول المواجنين، حاجز عناب سالك، حاجز الحمراء سالك. في مناطق جنوب ووسط الضفة الغربية أيضا الطرق سالكة، موجود بعض الحوادث الطيارة بالقرب من ترمس عيا ومنطقة سنجل، ولكن بشكل عام الطرق سالكة. أيضا جنوبا في بيت لحم والخليل حسب ما وردنا غالبية الطرق سالكة مع وجود بعض الحوادث والدوريات المتوقفة على جوانب الشوارع. نعم إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك الزميل الصحفي دكتور أمين أبو وردي، حدثتنا عن كافة التفاصيل الميدانية في الضفة الغربية، شكرا لك. أيضا من الأحداث الميدانية، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس. أفادت مصادر صحفية ومحلية بأن مستوطنون تجمعوا على طريق الواصل بين رام الله نابلس هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة. إلى ذلك شهدت بلدة حوارة جنوب نابلس تجمعا للمستوطنين وسط أعمال عربدة واستفزاز المواطنين قرب دوار الزيتونة على الطريق الرئيسية. انطلقت أيضا عدد من الدعوات في المحافظات الضفة الغربية للمشاركة في الإضراب العالمي، وذلك يوم غد الخروج إلى مراكز المدن والتوجه لنقاط التماس والطرق الالتفافية وإشغال الاحتلال واستنزافه أيضا ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال في حربها العدوانية. دعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية والقدس للمشاركة في هذا الإضراب العالمي وذلك يوم غد رفضا للانحياز الأمريكي للاحتلال ودعمه لقطاع غزة. وأوضحت أيضا في بيانها إلى أن الإضراب العالمي يأتي تأكيدا على رفض الهيمنة الأمريكية ووقف العالم مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. شددت تلك القوى على ضرورة الخروج للشوارع وساحات المدن والقرى والمخيمات للتعبير عن وحدة الدم والمصير وانتصارا للأبرياء العزال في غزة، وتوجيه رسالة للعالم بأن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير. وأضافت تلك القوى أيضا إلى أن شعوب الأرض قاطبة ستتوحد في مواجهة الظلم والقتل والعنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال، وستنتصر أيضا لدماء الأطفال والنساء والشيوخ وضحايا إرهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب الاحتلالية في قطاع غزة. وأشار إلى أن العالم يرفض دعم الولايات المتحدة الكامل لدولة الاحتلال في حربها على أطفالنا وشعبنا في قطاع غزة، ويرفض أيضا الفيتو الذي أفشل تمرير قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أعود وإياكم إلى أحداث قطاع غزة. كانت عقارب الساعة تشير إلى ثانية فجرا، البرد القارس والأجواء متوترة جدا، هناك صرخات مدوية تخرج من صميم القلب، وإلى الخلف يخرج رجل غليظ لا يبدو عليه رحمة ولا رأفة، يمسك بيد القاتلة سلك الشائك ثم يرفعها إلى أعلى رأسه وينزلها بشكل مجنون، لأيضا تنخر ظهور المحتجزين وتتطاير منه الدماء يمينه ويساره. هذا ما قاله الصحفي حسام شبات ينقل شهادة عن شاب اعتقل من قبل جيش الاحتلال في مدرسة خليفة في مشروع بيت لهيا، وأذكر أنه في مقابلة صحفية مساء يوم أمس ذكر المرصد الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان بأنهم رصدوا أكثر من 1000 حالة اعتقال فقط خلال لأهالي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. لنتابع معنا. ننقل لكم تفاصيل عاشها أحد الشباب الآن، حصلنا عليها للتو في هذه الأوقات المتأخرة. ننقل لكم تفاصيل قاسية عاشها أحد الشباب الذين تم إطلاق سراحهم بعد أسر لساعات من مراكز الإيواء، مركز مدرسة خليفة بن زايد في مشروع بيت لاهية. حوصر 5000 نازح في هذه المدرسة لمدة 5 أيام، انتشرت قناصات الاحتلال وحاصرهم بالنيران والدبابات. دخلت الدبابات إلى ساحة المدرسة وتم النداء على الشباب النازحين بخلع الملابس بالكامل، وتم أسر ما يقارب 2500 شاب نازح، وأخرج العدو المواطنين من النساء والأطفال والمسنين من مركز الإيواء وطلب منهم الخروج للجنوب أو إلى غرب غزة. تم ربط أيدي الشباب ووضعهم بجوار بركة في مشروع بيت لاهي، حيث يتواجد هناك عدد كبير من الجنود وأيضا مركز القيادة. اعتدى جنود الاحتلال على الشباب بالضرب القاسي وأسر عدد كبير منهم، وأطلق جزء آخر الذي أخذنا منهم هذه الرسالة ونرصدها لكم الآن، وأخذ منهم رقم الهوية. السلام عليكم، الحمد لله على سلامتكم يا جماعة، مالكم وكأننا لا نثق بالله؟ الله تبارك وتعالى ربنا هو الذي وضع هذه الحياة وهو الذي أخذها، أمرنا وأجالنا بإيد الله تبارك وتعالى. بعدين أنا أسألكم سؤال بالعربي هيك، مين أقوى، هم ولا الله؟ مين أقوى، هم ولا الله؟ الله عز وجل اللي أقوى، ليش خايفين؟ الله والله العظيم لا أخاف قيد أنملة، ما بيني وبين الجنة موت، أنا بالنسبة إلي بيني وبين الجنة أموت، أثق بالله عز وجل. يا جماعة يا جماعة، لو اجتمعوا كلهم يأخذوا من عمرك ثاني مش هيقدروا، لو اجتمعوا كلهم يضيفوا على عمرك ثاني مش هيقدروا. يحدث في ملك الله ما شاء الله وحده بس. الثبات الثبات، سنثبت بإذن الله تبارك وتعالى، إما أن نموت ونلقى ربنا ويدخلنا الفردوس الأعلى أو نبقى هنا، ديروا بالكم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. إذا مباشرة ننتقل إلى الملف الأخير لهذا اليوم، فقرة حقيقة أم كذبة، الأخبار المزيفة والشائعات. يسعدني مباشرة أن نرحب بك معنا ريهام أبو عطا، مديرة مرصد كاشف للتحقق والتربية الإعلامية. ريهام يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك معنا. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. أهلا بك ريهام، ما هي آخر الأخبار المضللة والكاذبة التي قمتم برصدها خلال الساعات الماضية؟ كان في عدة أخبار كاذبة، منها استمرار حملة باليوود وإظهار صحفي فلسطيني اللي هو محمود أبو سلامة وهو عم بيصور في قصف مدرسة تابعة للأنوروا في غزة، ويعني قالوا إنه هذا نوع آخر من يعني الفيلم الفلسطيني والباليوود، وهو ما كان يعني لا بين القصف ولا بين الدخان، وطبعا كان هو خطأ 100%، وكان عم بصور وعدة وسائل إعلام من الجزيرة من صحفي أنس الشريف وغيرهم صوروا بنفس المكان وأظهروا أنه كان في قصف لمدرسة تابعة للأنوروا. نعم يا ريهام، أيضا لربما من الأخبار المزيفة التي تنتشر أيضا بسرعة هي للشخصيات في قطاع غزة، يتم يعني
انتشارهم بسرعة كبيرة، وهي كانت للجملة الشهيرة صاحب كلمة الروح الروح ليكون هو رجل العالم الذي اخترته أيضا المجلة الأمريكية لرجل هذا العام عام 2023. يعني إن أردنا الحديث عن هذا الخبر تحت أي بند يقع من الأخبار المضللة، وما هي أيضا نوعها يعني، وربما ماذا تؤثر؟ طبعا هو تضليل، يعني عملوا له تصميم زي كأنه اختياره لرجل العام، والمواطن الفلسطيني خالد نبهان اللي اشتهر بجملة روح الروح. طبعا يعني هذا ما بعرف، يعني هي جزء من التعاطف الفلسطيني انه يعملوا له تصميم ويقولوا انه حازت قضيته على تعاطف لذلك هيتم اختياره. طبعا هو تحت بند التضليل، ولاحظنا انه مش بس لإله، لعدة شخصيات فلسطينية يعني تم عمل تصميمات انه اختاروهم لشخصية التايم كرمز على قوة يعني قضيتهم وقوة التعاطف معهم. ريهام، يعني ايضا كما تحدثت يعني ان يعني لا يتم فقط النشر على اهالي قطاع غزة والشخصيات المنتشرة في قطاع غزة، بل ايضا الأسرى لهم نصيب من الاخبار المضللة والاخبار الكاذبة، وهي ايضا ما تؤثر بشكل كبير لربما عليهم هم انفسهم في سجون الاحتلال وحتى على اهاليهم، منها ايضا كانت لمروان البرغوثي التي يعني كما انتشر انه دعا كوادر الحركة والشعب الفلسطيني واجهزة امن السلطة ايضا للانتفاض بوجه الاحتلال والتصدي لعدوانه. صحيح، وطبعا زوجته نفت هذا الكلام، وهو ما بيعرفوا عنه شيء من اول الحرب، تحت العزل وما بتطلع منه اخبار، وتم مراجعة يعني الموضوع ويعني 100% غلط وما له اي علاقة. وكمان مش بس السوشيال ميديا انتشر هذا الخبر على وسائل إعلام إسرائيلية، وحتى يعني ما تحققوا منه، ما يعني اكتشفوا بالآخر إنه نشروه بدون أي مصدر يعني. فطبعا هاي الخبر كمان 100% كان كاذب، ومش أول إشاعة كمان برصدها المرصد عن الأسير مروان البرغوثي، يعني تم رصد عدة إشاعات من قبل نفس السياق يعني. ريهام، من هنا أيضا رسائلك ونصائحك المعتادة لكل مواطن يحمل الهاتف أيضا وينشر الأخبار الكاذبة والمزيفة أيضا ويقوم بتصديقها. لاحظنا أنه بالفترة الأسبوع الماضي كان في كثير أخبار تلعب على العاطفة، يعني أخبار كاذبة تلعب على العاطفة، فمش معناته إذا في خبر حابين نصدقه زي إنه اختيار خالد نبهان كشخصية العام أو مثلا عن الأسير أو أي خبر آخر إنه إحنا حابين نصدقه نشيره على طول. فخلينا ننتبه كتير من الأخبار اللي بتضرب على الوتر العاطفة أو ونتأكد منها 100% قبل ما ننشرها. إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك ريهام، كنت معنا عبر الخط الهاتفي في هذه الفقرة، فقرة حقيقة أم كذبة، الأخبار المزيفة والشائعات. شكرا لك ريهام. إذا بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الموجة الإخبارية، إليكم تحيات الزملاء من غرفة التحكم خالد نجاص ومحمد الزاغة، مني لكم من الأعداد والتقديم هديل أبو زينة الطيب التحيات، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. صباح الخير يا وطنا يسير بما اشتهلا إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسي وبيت نبالة وصفد، صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن، صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين،
صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء، صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحاً وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي، هيلث صحة، هيومانيتي إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان، بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.